بعد انتشار خبر وخروج كاتب ومنتج أغلب ألعاب روكستار كانت ردة الفعل سلبية، ورئيس شركة تيك تو خلال الاجتماع النتائج المالية طلع ووضح بأن آلية روكستار ما راح تتغير بعد خروج دان، وقال أن دان كان موقف عن العمل من ربيع السنة الماضية، وأخوه سام هاوزر أخذ مكانه من ذيك الأيام وراح يكمل رئاسته لروكستار. على العموم حاليا ما لنا نصبر ونشوف حتى نعرف وين بتكون وجهة دان هاوزر القادمة. يوبيسوفت تتوقع انها راح تعطينا 5 ألعاب خلال الفترة القادمة، 3 منهم راح يصدرون في هذه السنة، و2 منهم راح يتوفرون في الربع الاول من سنة 2021. حاليا نعرف عن 3 ألعاب يوبيسوفت ما حددت لها موعد اصدار، وهم Gods and Monsters, Watch Dogs Legion، واخيرا Rainbow Six Quarantine. بينما الالعاب اللي بتنزل في بداية 2021 بتكون Assassin's Creed وFar Cry على حسب بعض التقارير. شكل Activision راح تنزل لعبة كراش على الجوالات، لان احد اللاعبين لاحظ صور للعبة على صفحة شخصية كراش البرازيلية في الفيسبوك، بشكل سريع حذفوا هذه الصور، لكن الناس لقطوها وبدأوا بنشرها. على حسب البيانات اللي تسربت فهي بتكون من تطوير استديو كينج المعروفين بلعبة كاندي كراش، واسلوبهم من اسلوب العاب الركض والتجميع. حتى الان طبعا ما في تصريح رسمي من اكتيفيجن، مع ان لعبة انثم باعت بشكل جيد الا انها ما حققت الارقام اللي تبيها EA، والكثير مننا اتوقع ان اللعبة ماتت، لكن الواقع مختلف تماما، لان المدير العام لاستديو باي وير كيسي هادسون كتب مدونة في موقع اللعبة وقال ان انثم تحتاج الى اعادة ابتكار، مو بس اضافة ولا توسعة، واكد بان الاسابيع الجاية الفريق راح يركز على اعادة تصميم التجربة حتى تخدم الاهداف الطويلة المدى للاستديو وتقديم اهداف واضحة للاعبين ومكافآت مغرية. كل هذا الكلام جميل ومشجع، لكن شكلنا بننتظر فترة طويلة حتى نشوف هذه التغييرات. في اجتماع النتائج المالية حق اكتيفيجن اكدوا شيء متوقع، وهو تواجد جزء كول اوف ديوتي لهذه السنة، لكن الغريب في الموضوع انهم ما قالوا اسم الفريق اللي جالس يطور اللعبة، هذا غير انهم مو متوقعين منها نجاح كبير مثل نسخة مودرن وورفير اللي نزلت في 2019. للي ما يدري كان في كلام السنة الماضية بان فريق ترايارك جالس يطور اللعبة بعد الاشاعات حول المشاكل بين فرق رايفن سوفتوير وسلج هامر اللي كانوا من المفترض يطورون جزء هذه السنة. بما ان ترايارك بيطورون جزء 2020، هل هذا يعني راح نلعب بلاك اوبس 5 هذه السنه؟ واخر خبر عندنا اليوم هو برضو يخص اجتماع اكتيفيجن المالي، بحيث انهم قالوا راح يشتغلون على العاب محسنه اكثر السنه هذه. واحده الالعاب المحسنه اللي ودنا نشوفها هي لعبه كراش باش. وش اللعبه المحسنه من اكتيفيجن اللي ودكم تشوفونها هذه السنه؟